قادر علي عبد القادر، شوف تصويبه حلوة جدا ومباقته طبعا، وهسن شوف انطلاقة سريعة وانفراد تام وتصويبة قوية، يسجل لصالح المنتخب البحريني علي حسن رقم 14. قطع ضيق جدا حقيقة وصعب، ولكن تصويبة متقنة حلوة من المنتخب البحريني، والهدف الثالث. رجوع والمنتخب الكويتي طبعا بطيء في الرجوع، انما ثلاثة من منتخب البحرين مندفعين، وتم تسجيل هدف لصالح المنتخب البحريني من هجمه. شوف تصويبه حلوه، يسجل من احمد مدن لصالح المنتخب البحريني. البحريني متقدم من بدايه المباراه الى الان، وعلي عبد القادر شوف معه بمهاره عاليه، علي عبد القادر يعدي ويسجل لصالح المنتخب البحريني. شوف معاي ارتقاء وتصويبه حلوه. أن رجع المدافع، يعني لما اكتمل الفريق البحريني رجع منتخب الكويت الى 3-2-1. اذا علي عبد القادر لقى اللاعب الخطير، شوفه معاي، يعني عنده مهارات التصويب. عواد يلعبها وتصويبه حلوه من لاعب الدائره، طلع برا واستلم الكره وجامب ويصوب ويسجل. برافو عبد الله الشرخي قبل البحريني، شوف معايا تمريره حلوه. هجمه مرتده سريعه يسجل منها طبعا، منطقه حلوه ومناسبه للتصويب حق علي عبد القادر، يصوب ويسجل علي عبد القادر والهدف الخامس. خداع تمرير، ولكن التصويبه حلوه من المرعب علي عبد القادر، يسجل الهدف. شوف من طبعا هجمه مرتده سريعه، رجب وتروح للكره مره ثانيه، عواد لعلي وتمررت للجناح وتصويبه حلوه، تصويبه حلوه، الفرصه للتصويب. شوف صوب وسجل هدف جميل جدا، شوف خدع فيها المدافعين الاثنين واخترق وصوب وسجل هدف جميل لصالح المنتخب البحريني. يصوب ويسجل، شوف معاي تصويبه حلوه، أرضية صعبة، تصويبة خادعة من اللاعب علي حسن. علي حسن شوف خداع تصويب، وليس تصويب إنما خداع تصويب، ويلعبها لوب ويسجل لصالح المنتخب. مرة عالية عدى وسحب المدافعين ومررها على الدائرة، حلوة. شوف معاي تصويبة حلوة من محمد حبيب على الدائرة. محمد هدم أيضا يستغل الفرصة ويسجل، تقاطع بين الخط الخلفي الظهير وصانع الألعاب، وشوف يفضى مين، يفضى لاعب الجناح الأيسر اللي هو عمار المدني. عمار المدني أرضية متقنة حلوة، شوف صعبة على علي طاهر. ثواني فرق هدفين، ممكن كل شيء وارد تلعب، ولكن الحين خلاص 25-21 النتيجة الآن لصالح المنتخب البحريني. نشوف مشاهدينا الكرام التصويبة هذه حلوة من علي حسن،